قصيرة وتنقطع ليكي مرة أخرى، تعود إلى يوريتش، يوريتش يحاول يمر يلعبها عرضية، جول جول للمنتخب الأسترالي بنفس الطريقة نفس الطريقة. ماسيمو لونغو يسجل الهدف الأول بالدقيقة 58 من عمر المباراة. ماسيمو لونغو وبنفس الطريقة كرة عرضية تجتاز المدافعين ولاعب ينطلق من خلف المدافعين ويسجل الهدف الأول ماسيمو لونغو. شوف الكرة، الإمارات تسجل هدف ثاني في شباك اليابان. على ما أعتقد اليابان الإمارات تسجل. نشوف هذا هدف، وربما ركلة جزاء لباز. الآن علي عباس يعود إلى جهة اليسار، وكنت أقول إنه إحنا فاقدين لاعب في شوط المباراة. دور ثاني لمنتخب استراليا عن طريق اللاعب تومي يوريتش يسجل بالدقيقة 64 الهدف الثاني. الهدف الثاني للمنتخب الأسترالي بالدقيقة 64. لاحظ الكرة، شوف الكرة لعبت ومن بين المدافعين يلعب الكرة، شوف من يم اللاعب قريب مع علي عباس، وبالتالي الهدف الثاني للمنتخب الأسترالي. هدفين أسترالي لا شيء العراق. يوريتش يسجل الهدف الثاني ويسجل هدف الدول الثالث بعد أن سجل في شباك اليابان وعمان، يسجل في شباك